التي نعمل على تنفيذها، سواء شبكات أو محطات. لدينا تنفيذ الشبكة في استكمال الشبكة في الدمام الثانية، والحمد لله جميع المشاريع استخدمت المنتجات المحلية. كذلك لدينا محطة مياه الشرب المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة، وهذه طبعا كمين برينز، وبعض المنتجات تم استخدام المنتجات المحلية فيها وبعضها يتم استيرادها، وقيمة المشروع 63 مليون. كذلك في الدمام الأولى نعمل مع شركائنا اليابانيين في إنشاء محطة مميزة تنشئ مياه معالجة بصورة خماسية ولا تعتمد على تقنية عالية، تعتبر المحطة الأولى التي أنشئت في المنطقة. كذلك نعمل على إنشاء العديد من خدمات المياه في مدننا الصناعية الأخرى. كذلك في الدمام الثالثة انتهينا ولله الحمد في مراحل النهائية لتشغيل محطة المياه الشرب في المدينة الصناعية، وكذلك محطة مياه المعالجة. كذلك في جدة الثانية لدينا محطة مياه الشرب وكذلك المحطات المعالجة فيها، وكذلك في الخارج انتهينا ولله الحمد من إنشاء محطة مياه الشرب، ونعمل حاليا على استكمال محطة المعالجة في المدينة الصناعية. كذلك في سدير تقريبا أوشكنا على أن ننتهي من إنشاء محطة مياه الشرب بسعة تقريبا 10,000 متر مكعب، وكذلك في محطة المعالجة في المدينة الصناعية في سدير. كذلك في المدينة المنورة نعمل على إنشاء محطة معالجة، وكذلك في حائل، وكذلك في جيزان والمدينة الصناعية الأولى. أنتقل بصورة سريعة على بعض مؤشرات في خدمات المياه. وصلنا ولله الحمد لله أكثر من 100,000 متر مكعب يومي من المياه التي نعالجها في المدن الصناعية. ولله الحمد استخدمنا مياه معالجة سواء للري أو للصناعة، وصلنا إلى مراحل جدا مميزة تقريبا من 60,000 متر مكعب من المياه يتم إعادة استخدامها. وهذه بعض الإحصائيات والأرقام للمياه التي نقوم عليها، وهذه بعض المناطق التي تم زراعتها. جميع المناطق الخضراء في مدننا الصناعية تستخدم المياه المعالجة، وهذا النمو في المساحات المناطق الخضراء، في نمو كبير حقيقة في مساحات المناطق الخضراء في مدننا الصناعية. إيماننا الكبير أن المدن لا يجب أن تكون صديقة للبيئة، ويجب أن تكون خضراء. وهؤلاء بعض الشركاء الذين عملوا معنا في توطين هذه الصناعة، سواء الشركات العالمية مثل شركة أسوزو، شمبرغير، دايو، متسوبيشي، جي إي، سيمنز، وليبتون، ويونيليفر، وغيرهم من الشركاء التي نفتخر حقيقة بوجود مصانعهم، سواء من عشرات السنين أو سواء من في المرحلة الأخيرة بدأوا معنا في هيئة المدن الصناعية، وفي الصورة على أحد الاتفاقيات اللي تمت مع جي إي. نفتخر ولله الحمد أن تم قبل تقريبا سنتين توقيع اتفاقية مع جي إي في أرض مساحتها صغيرة 9,000 متر، واليوم الحمد لله وقعنا معهم أرض بمساحة 100,000 متر لتوطين الصناعة في مملكتنا الحبيبة. وهذه أيضا بعض الشراكات والشركات العالمية التي موجودة لدينا في مدننا الصناعية، وكذلك لا نخفل الشركات المحلية التي جميعنا نستخدم منتجاتها، وجميعنا يوجد في منازلنا من المنتجات الخاصة فيهم والمتعلقة في الصناعات التحويلية. ما نبحث عنه هو توطين هذه الصناعة في مملكتنا المباركة، ما نبحث عنه هو توظيف وإنشاء فرص وظيفية لشبابنا باستثمارات تكون فعلا نوعية ومميزة. في نهاية هذا اللقاء أشكركم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمهندس صالح بن إبراهيم الرشيد على ما قدم من معلومات قيمة. للجودة والتميز المؤسسي دور هام في توطين الصناعة وقدرتها على المنافسة. الدكتور محمد بن عون الله المطيري مستشار الجودة والتميز المؤسسي ورئيس لجنة الخبراء العرب للجائزة العربية للجودة، يتحدث إلينا عن الجودة والتميز المؤسسي ودورها في قيادة المنظمات
وتوطين الصناعة. يعمل الدكتور محمد بن عون الله المطيري مستشارا للجودة والتميز المؤسسي في شركة تطوير بالمملكة، ومستشار أول لشرطة أبوظبي في جائزة ولي عهد الإمارات. الدكتور محمد يحمل درجة الدكتوراه في الجودة الشاملة، وهو مرشد للجودة معتمد من منظمة الجودة الأوروبية EFQM، ومقيم جودة معتمد من منظمة الجودة الأوروبية، ورئيس لجنة الخبراء في الجائزة العربية للجودة بالرباط، وعضو لجنة التحكيم ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ورئيس فريق تقييم لجائزة التميز في العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، مقيم معتمد لجوائز الجودة في السعودية وفي الأردن ودبي ولكثير من مؤسسات العمل الخيري. لديه الكثير من الخبرات العلمية والعملية، وكما له عضوية في الكثير من الهيئات العلمية والعملية، منها عضو اللجنة العليا لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، وهو مقرر للجنة، كما أنه عضو اللجنة العامة لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، وعضو لجنة الخبراء العرب في الجائزة العربية للجودة، وعضو اللجنة الوطنية للجودة، وأعضاء وعضويات كثيرة ما شاء الله تبارك الله. أدعو الأخ الدكتور محمد بن عون الله المطيري ليقدم ورقته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وخير ما يقال كما جاء في الذكر الحكيم: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الأحبة، بادئ ذي بدء أود أن أشكر المؤسسة العامة لتحلية المياه على إقامة هذا الملتقى الرائع والافتتاحية الرائعة التي شاهدناها البارح وحلقة النقاش، واهتمامها دائما بما يطور الصناعة المحلية. كما أود أن أشكرها أيضا على إعطائها فرصة لإعطاء الجودة والتميز دورا لإبراز دورها في توطين الصناعة وفي النهضة بالصناعة، سواء كانت المحلية أو الإقليمية. أيها الأحبة، المؤسسة العامة لتحلية المياه أحمل لها ذكرى حميدة، إذ أنني وكنت المدير التنفيذي للجائزة الوطنية للجودة، جائزة الملك عبد العزيز للجودة، كانت من أولى المؤسسات والمنشآت التي حرصت على أن تحصل على هذه الجائزة، إلا أن القطاع التي هي فيه لم يتح له الفرصة بعد للدخول للجائزة. كما أن منسوبيها أيضا حريصون على التميز، وأذكر منهم على سبيل المثال الدكتور عبد المجيد الحسين، وهو جالس أمامنا الآن، أحد أعضاء فريق تقييم جائزة الملك عبد العزيز للجودة، فأحيي هذه المؤسسة والعاملين بها. أيها الأحبة، العرض جهز حقيقة لغير المتخصصين بصورة أولى لكي نحببهم للجودة ونقربهم منها، فاسمحوا لنا خصوصا أنتم يا أيها المتخصصون على أن يكون العرض مبسط إلى بعد الحدود لغير المتخصصين، فيتكلم في البداية عن تعريف الجودة وماذا قال فيجموم وكروسبي وجوزيف جوران وديمينغ عن الجودة، وهي الرضا التام للعميل والمطابقة للمتطلبات والوفاء بمتطلبات العميل. أيضا أيها الأحبة، من تعريف الجودة كما عرفها المعهد الفيدرالي أنها هي أداء العمل بشكل صحيح من المرة الأولى، مع الاعتماد على تقييم المستفيد لمعرفة مدى تحسين المستوى. شكل تعاوني لأداء الأعمال يعتمد على القدرات المشتركة لكل من الإدارة والعاملين بهدف التحسين المستمر. إذن التحسين المستمر هو مرتكز الجودة في الإنتاج والخدمات، وذلك من خلال فرق عمل، هذا كما عرفها جوزيف. أحب التعريف إلي حقيقة هو عمل الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من المحاولة الأولى، وهناك تعريف كثر حقيقة. أما علم الجودة فقد تطور أو بدأ تقريبا من بداية القرن 19 بمراقبة الإنتاج أو فرز الأشياء المعيبة، ثم تطور إلى التحكم بالإحصاء عام 1930، وفي الستينات تقريبا تدابير الجودة في كل أجزاء المؤسسة أو المنظمة، ثم في 64 برنامج عدم وجود أخطاء أو المحاولة الوصول للكمال، وفي عام 85 سيكس سيجما، وفي عام 89 البرنامج الأوروبي لإدارة الجودة، وفي التسعينات بدأ إدماج الخطط الجزئية في الجودة الشاملة توتال كواليتي مانجمنت،
وكونت إدارة الجودة من عام 95. إذن الجودة ترتكز على ثلاث نظريات هما علماء الجودة أسسوها وأربع عناصر أساسية: علماء الجودة دومينغو جورانو كريسبي، وقبل ذلك الجودة هي تطبيق لمنهاج محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرن: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، صنع الله الذي أتقن شيء كل شيء كما جاء في القرآن. إذن هي المرتكزات الأربع ترتكز عليها هو التركيز على العميل، والعميل هو محور وارتكاز المنشأة التي تريد أن تتميز، والتخطيط الاستراتيجي وفعالية القيادة هذه أحد مرتكزات الجودة، التحسين المستمر continuous improvement والتفويض السلطة والعمل الجماعي هذه مرتكزات الجودة الأساسية. أيها الأحبة، إدارة الجودة هي توجيه إداري للنجاح بعيد المدى من خلال إرضاء المستفيدين أو من خلال عمل المنظمة بشكل عام في عمل يشارك به جميع موظفي المنشأة وصغارها في تحسين الإجراءات والمنتجات والخدمات والثقافة السائدة في مكان العمل. أيضا من السبل التي يعني شجعت على الجودة حقيقة لا ننسى دور المنظمة الدولية للتقييس الآيزو حينما أنشأت نظام الإدارة الجودة الشاملة، والآيزو 9001 من عام 87، ثم أيضا تم تطويرها ولها مراحل للتطوير حتى أصبحت الآن آيزو 9001 عام 2008 ويعمل بها حتى نهاية 2016 السنة المقبلة ويوقف العمل فيها. وأنصح المشاهدة التي ستبدأ الآن أن تبدأ في نسخة 2015 يعني النسخة الأخيرة، والتي سيبدأ إلزاميا العمل بها من بداية 2017، وفيها بالتأكيد استغنوا عن دليل الجودة. أيضا من النماذج التي تعين على تطبيق التميز في المنشأة بعد أن يطبق الجودة أيضا نظام التميز وأنظمة التميز في العالم تستطيع أن تقول توجزها بأنه الآيزو أحد أنظمة تقود إلى التميز، ثم نظام مالكوم بولدريج، ثم نظام المؤسسة الأوروبية للجودة، ونظام أولف رايت، وجائزة دبي للجودة، ثم جائزة الملك عبدالله الثاني تميز في الأردن، ثم جائزة الوطنية السعودية للجودة، ثم الجائزة العربية للجودة، وكان لي شرف حقيقة القيام على النموذجين الأخيرين. من ناحية توقيت هذه الجوائز، دومينغ عام 1950، ثم تلا ذلك مالكوم بولدريج عام 87، ثم جائزة البريطانية 94 والأوروبية عام 95، ثم جائزة دبي في 97، جائزة الملك عبد الله الثاني 2001، جائزة الملك عبد العزيز 2007، الجائزة العربية للجودة 2010. هذا اعتمادها وبداية دوراتها الأولى. أيها الأحبة، لكي نوطن الصناعة ولكي نطور صناعتنا لابد أن نعرف فوائد جوائز التميز وماذا تقودنا له. فمن فوائد جوائز التميز نشر الوعي بالجودة والأداء التميز بين العاملين، وتمثيل قاعدة لقياس التطوير في المستقبل، المساعدة على تثبيت جهود وتحسين الجودة عن طريق توثيق العمليات والنتائج، وهذا ما أتت به الآيزو، التعريف على أساليب مبتكرة وحديثة للاتصال والتدريب والإدارة، إدخال أسلوب التقييم الذاتي سيلف أسسمنت للمنشأة، تنمية روح الفريق أو روح العمل بالفريق في بين العاملين، ومن ثم عفوا التقنية أحيانا تخدمك وأحيانا تنمية روح العمل بالفريق، توفير التقرير المفصل وهذا ثمرة جوائز التميز، ولمسته المنشأة الفائزة من خلال تقرير مفصل يبين نقاط القوة وفرص التحسين، وأيضا المقارنة تستفيد المنشأة حقيقة من خلال مقارنتها بمنشآت أخرى. فنحن اليوم في صرح المؤسسة العاملة تحت المياه، حينما تقارن نفسها بمنشآت متميزة سواء محليا أو عالميا تستطيع الوصول إلى التميز. ووسيلة قياس لجرات الجودة، المفاهيم المتعلقة بالبيئة وتحسين الأداء، رضا المستفيدين وولاء العاملين، مشاركة العاملين وتعزيز العلاقات، والتركيز على المهم ثم الأهم، الأهم ثم المهم، ثم قياس الأداء. جوائز التميز على المستوى المحلي، والذي بلا شك مؤسستنا المؤسسة العامة لتحت المياه تتطلع إليه، منها الجائزة الوطنية للجودة والتي صدرت الموافقة السامية عليهم عام 2020، ثم بدأت وأنهت دورتيها الأولى والثانية. باختصار معيتها في آخر دورة لها كانت 1000 نقطة موزعة بين القيادة الإدارية و 120 نقطة كما ترون، التخطيط استراتيجي وموارد بشرية وموردون الشركاء إدارة العمليات، التركيز على المستفيد والتأثير على المجتمع ونتائج الأعمال. وهذه المعايير تتطور من كل دورة إلى دورة أخرى حتى نصل إلى تقريبا المستوى العالمي 500 إلى 500 في الوقت الحالي.
تخليد لحقيقة المشاة الفائزة والتي لها الشكر حقيقة أنها تقدمت لجوائز التميز وفازت، تستحق منا حقيقة أن نوليها، أن نشيد بها في مثل هذه المناسبات. ففي الدورة الأولى شركة الكيمياء فازت، والدكتورات المتقدمة في المشاءات الكبيرة. طبعا العرض عندي أحيانا ما يظهر كاملا، أما في الإنتاج المتوسط في القطاع الإنتاجي المتوسط كانت شركة صفولة لأنظمة التغذية في جدة، وفي القطاع الخدمي الكبير كانت شركة سعودية، أما القطاع الخدمي المتوسط فلم يصل أحد إلى التميز في الدورة الأولى. في الدورة الثانية أيها الأحبة، في القطاع الإنتاجي في الدورة الثانية جائزة الملك عبد العزيز الإنتاجي كانت شركة ينبع لبيت الكيماويات اللي ينبت في ينبع، وفي القطاع الخدمي كانت الشركة السعودية للكهرباء. أما في القطاعين الإنتاجي المتوسط والقطاع الخدمي فحجبت الجائزة في الدورة الثانية لعدم وصول هذا النموذج أو صورة لتكريم معالي الوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة المشرف على الجائزة للمشأة الفائزة. تلا ذلك أيها الأحبة، الجائزة العربية للجودة أيضا انطلقت في 2000 قررت في 2010 تتبع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وتمثلها هيئة التقييس في البلدان العربية. وبدت دورتها الأولى تقريبا مع الثورات الحاصلة في الوطن العربي، تأخرت قليلا فلم تبدأ إلا في 12 وأنهت دورتها في نهاية 13 وكرمت المشاة الفائزة. هذه هي تخليد حقيقة لذكرى أو للمشاة الفائزة من السعودية، كانت في القطاع الصناعي الكبير شركة الجبيل بتركمات كيمياء، واللي هي التي فازت أيضا في الجائزة الوطنية الجودة. أما في القطاع الصناعي الغذائي وصناعة الغذائية كانت شركة دواجن الوطنية، هذا على مستوى السعودية، وهناك فائزون على مستوى العرب. أما في القطاع الثالث وهو قطاع الغزل والنسيج فلم يكن هناك مشاة سعودية متقدمة للجائزة العربية في الدورة الأولى، ونأمل حقيقة أن يحرص دائما، والقطاعات تتغير في الجائزة العربية أو كل سنة تعطى 3 قطاعات جديدة لكي نحفز التميز على مستوى الوطن العربي. هذا أيها الأحبة اختصار لما تم في الجائزة العربية. أما خطوات تحقيق الجودة في المنظمة فمثلا نستطيع أن نلخصها في المرحلة الأولى بناء فريق الجودة داخل المنظمة أو داخل المؤسسة، تطوير الرؤية والرسالة والأهداف والقيم، تجهيز دليل الجودة والسياسات والتوثيق الإجراءات، تدريب المدققين داخليين على أنظمة الجودة، الحصول على